كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ نتمنى تكونوا ان شاء الله في احوال جيده. المهم كنت تطرقت لكم لواحد الموضوع ديال شروط السفر من فرنسا للمغرب، كنت درت لكم تجربتي ووريتكم كيفاش شنو زعما اللي طالبين من المغرب. غنديروا واحد الريكابيتولاسيون. فاش كنا مشينا للمغرب نورمالمون فاش كتكون غادي للمغرب كت عندك الحق في جوج ديال الجرعات، تكون فاكسيني ودير تيست موان دو 48 ساعة، يعني اقل من 48 ساعة. ياك الا كان عندك هادو بجوج راك عندك الحق تمشي للمغرب، يعني بعينك مستودين. ولا كان اذا كان عندك جرعة واحدة وكنتي مرتب كوفيد، مرتب كوفيد وعندكم هذيك سيرتيفيكا دو ريتابليسمون، عندكم الحق حتى هي تنزلوا بها للمغرب. لكن عندكم جرعة واحدة وجاكم كوفيد عندكم الحق تنزلوا للمغرب وديروا تيست بي سي ار قبل من 48 ساعة. المهم هذا دابا تفهمنا عليها. والناس الوليدات اللي كيسولوا، الناس اللي تيسولوا على الوليدات سي ابارتير دو 10 ans، يعني من 10 سنين الفوق خاصهم يديروا تيست بي سي ار، ولكن ما طالبينش لهم التلقيح، اللقاح ولا ما التلقيح اللي بغيتو نتوما تقولوا. داكوغ، دابا حنا سالينا دابا هي الشروط ديال المغرب، وخاصكم تعمروا واحد اون فيش سانيتير هي البطاقة الصحية قبل على حسب لاجونس زعما الطيارة اللي غتمشيو معاها. واش الغرايه اللي معاك راه كتعطيها لكم في الطيارة الفوق، فاش كتكونوا طلعتوا للطيارة كتكون من بعد الماكلة وداكشي من بعد الشوبينغ كيعطيوكم الورقة الصحية كتعمروها باش كتعطيوها تتعطيهم من المطار. فاش كتنزلوا من المطار خاصكم تولي مع اللي ما كيعطيوهاش بحال دابا رايانير وداكشي، تقدروا نتوما تامبريموها من عندكم من في الدار عندكم قبل ما تسافروا وعمروها وديها معاكم باش تكونوا هانيين. دابا غندوزو لشروط السفر من المغرب الى فرنسا. شروط السفر من المغرب الى فرنسا، الا كنتي فاكسيني ما عندكش ما تمدير لا تيست بي سي ار لا والو. انا دابا انا كنت مشيت بجوج ديال الجرعات، والجرعه الاخرى كانت لو 21 جوان. قلت اوكي زعما انا هادي لهادي زعما راه قدرت البولي التيست بي سي ار، درتو بابا مية درهم في المغرب، ولكن بناتي عندهم قل من 10 سنين ما درت لهم لا تيست بي سي ار لا من فرنسا للمغرب لا من المغرب فرنسا، يعني باقيين صغارين. المهم انا درتو غير احتياطي وكاو زعما لا يمشي يرجعوني ولا شي حاجه، راكم عارفين لو ستريس ديال السفر. من بعد انا غنقول لكم دابا الناس اللي باغا تجي لي ريزيدون فرونسي دوريجين ماروكان، اللي زعما ساكن فرنسا ولكن لوريجين ديالو مغربي، غادي الا كان فاكسيني طابوسوا ما عندوش ما يدير التيست بي سي ار يضيع فلوسو. ولا ما كنتيش فاكسيني ولا كانت عندك داك السيرتيفيكا دو ريتابليسمون على جاك كوفيد، نورمالمون كدير تيست بي سي ار موان دو 72 ساعة، اقل من 72 ساعة، ولا تيست انتيجينيك اقل من 48 ساعة. هادشي اللي طالبين بالنسبه هادو، بالنسبه للناس اللي مقيمين في فرنسا وعندهم لي زوريجين مغاربه. بالنسبه للناس اللي مغربيين وجايين بغاو يجيو توريست لفرنسا، عندهم الحق الا كانوا دايرين جونسون، ولا كانوا دايرين سين داك سميتها فايزر وموديرنا، ما يديروش تيست بي سي ار. ولا كانوا دايرين سينوفارم يديروا تيست بي سي ار دو موان دو 72 ساعة، قل من 72 ساعة ياك. ولا تيست انتيجينيك قل من 48 ساعة، واللي ماشي فاكسيني كاع يدير تيست بي سي ار يكون عنده نيجاتيف قل من 72 ساعة، ولا تيست انتيجيني قل من 48 ساعة. دابا حنا تفهمنا دابا فرنسا ما كيكزيجيوش عليك تكون يعني فاكسيني، حتى الا ما كنتيش فاكسيني تقدر تجي لفرنسا ولكن عند خاصك دير تيست بي سي ار قل من 72 ساعة. المهم حنا تفهمنا على هادشي.
والمهم نتمنى ان نكون قد زعما فهمتكم شويه واستفدتم مني، ونتمنى ان اللي دخل عندي مرحبا بي، وانا ان شاء الله بحول الله غادي نبقى دائما وابدا نجيب لكم الاخبار عن كتب، نجيب لكم الاخبار يعني بميكتها كما تقولوا، وان شاء الله غادي نحاول نطرق الناس اللي مقيمين في فرنسا، ندير لهم نتكلم لهم على الاغاسة، نتكلم لهم على داك لي ريسورس مينيما، نتكلم لهم على الشوماج، نتكلم لهم على بزاف ديال الحوايج اللي متعلقة بفرنسا، اللي متعلقة بالنسبة للناس اللي ساكنين في المغرب، نقدر نتكلم لهم على شروط الفيزا حرة، شروط الفيزا زعما توريست، كيفاش بغيتي تبغي تجي هنا تخدمو، كيفاش الناس اللي عندهم زعما لي ديبلومات، فهمتوا يعني. مازال غادي ان شاء الله بحول الله نديرو زعما نتكلمو على بزاف ديال الحوايج اللي غتنفع، اللي غتنفع كلشي، نفعنا وتنفعكم وتنفع كلشي زعما الناس اللي زعما مهتمين. ونتمنى انكم نتمنى انكم تديروني تدير لي ابوني وتديروا جيم لايك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ياك. وانا دابا حيت ما صورتش لكم الرجوع كيفاش رجعنا، حيت كانت بنتي مريضه وما قدرتش نصور هادشي اللي كاين، ولكن هادشي اللي كاين انا جيت عندي جوج الجرعات. انا قلتها لكم، قلت لكم واحده درتها في المواد من 2021 والثانيه درتها في 21 جوان، واحده درتها في 17 ماي 2021 وواحده درتها في 21 جوان 2021، ودخلت ومشيت درت بي سي ار، وفي الاخر ما طلبوش لي البي سي ار حيت قالوا لي انا عندك جوج ديال الجرعات. هنا منين مشيت من فرنسا، منين مشيت من فرنسا للمغرب مشيت بجوج جرعات والتست بي سي ار اقل من 48 ساعة، وفاش كنت جاية من المغرب والبطاقة الصحية، وفاش كنت جاية من فرنسا من المغرب لفرنسا ما طلبوا لي لا تست بي سي ار لا والو، غير جوج ديال الجرعات باش كيشوفوهم في فاش كتبغي دير لونجيسترومون وصافي ترانكيل. وواحد الحاجه اخرى عاوتاني، راه كاين مود ديال البرد في المغرب اللي باغي يمشي دابا يمشي، حيت حنا مشينا من 19 خلينا الدنيا سخونه هنايا في فرنسا ومشينا للمغرب، والمغرب فيه البرد والشتاوات، فيه الشتا، فيه الشتا بزاف. المهم ملي جينا لفرنسا راه الدنيا سخونه 22 ديغري الحمد لله بخير على خير. واش غنقول لكم، كنتمنى لكم حد سعيد، ونتمنى ان شاء الله نكون فدتكم في هاد لا فيديو، واشركم مبروكة ورمضان كريم، والله يدخل علينا بالصحة والسلامة والرزق والتيسير، ونتمنى ان شاء الله بحول الله كل واحد كل انسان كل انسانة وكل وليد صغير ولا كبير ولا هذا اللي مشتاق يمشي للمغرب الله يسهل عليه ويسر له الامور، وان شاء الله بحول الله كل شيء غادي يمشي ان شاء الله، والله يسهل علينا جميعا ويسهل على جميع امة سيدنا محمد، وكل شيء اللي ما عندوش الوراق الله يسهل عليه تو يمشي يشوف عائلته والمامات وداك الشيء. واش نقول لكم، انا دابا ساليت الهضره، والمهم انا فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. وشوفوا هذاك لا فيديو اللي حطيت لكم على لي فاكسان سينو فارم و نو فاكسيني، وشنو هما لي كونديسيون بوغ اونتري اون فرانس، شنو هما لي كونديسيون بوغ اونتري او ماروك، ياك راه كلهم عندكم في لا فيديو. والمهم نتمنى انني نكون فدتكم، والله يسر الامور كل واحد، وما تنساوش ديروا ابوني وتدعموا القناه، وجزاكم الله خيرا، والى فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. على حد الشوف يا ارض كريمه مضيافه وجمالها ناطق بحروف، بلادي يا زين البلدان يا
جنة على حد الشوف الأرض كريمة مضيافة وجمالها لا تقبع بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف يا أرض كريمة مضيافة وجمالها لا تقبع حروف بلادي يا قرة العيان والشمس ضوت عليها